نرجع مرة تانية معاكم مشاهدينا، وآخر فقرة من فقراتنا في مصر الجميلة. دايما بنكون سعداء جدا بالفقرة الفنية اللي بنقدم من خلالها الأصوات الجميلة اللي بنستمتع بيها، مش بس بنقدم الأصوات المصرية، لكن النهاردة معانا مطرب يمني هو متواجد في مصر للدراسة بكلية التربية الموسيقية وتحضير الماجستير، وبالتأكيد يعني هيكون لي عدد من الاعمال اللي هنشوفها وهنتعرف عليها. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفنا المطرب اليمني حسن الزغبي. صباح الخير. صباح النور. منورنا واهلا بيك في مصر، ومصر جميله. مصر جميله فعلا. اهلا، اشكركم على استضافتي في البرنامج ده، وان شاء الله اكون خفيف ظل على عليكم وعلى الجمهور ان شاء الله. باذن الله. حسن، خلينا نتكلم عن بدايتك. ابتديت امتى في الغناء وليه اخترت انا كنت منشد في المدرسه، وبعدين كان عندي فرقه من الطلبه بتوعنا. لما كبرنا طبعا انت عارف الواحد في قريه في اليمن ويستحي بقى انه يطلع شويه، فظلت الموهبه موجوده يعني. بعدين تاثرت بالمنشدين بتاع الحفلات المطربين زي ياسين التهامي، زي ما عندك كان عندنا زيهم بس بصوره يمنيه يعني. وقعدت احفظ الاناشيد دول. اول ما حصلت لي فرصه عن طريق جوز خالتي طبعا، اوجه له تحيه، مكتشفني طبعا استاذ ابراهيم دهل، قدمني في عرس اخوه، ومن هنا بدات الانطلاق يعني. بدات اغني في الحفلات، انشد لحتى ما افتتحت كليه التربيه الموسيقيه في اليمن، قسم التربيه الموسيقيه عن طريق الاستاذ فادي الشعيبي رعاه الله وحفظه يعني ان شاء الله. ودخلت وتعينت الحمد لله معيد، و لاني كنت معيد اتيحت لي فرصه لان انا اجي احضر الماجستير. انت هنا في القاهره في كليه التربيه الموسيقيه بتحضر الماجستير معانا. طب احنا عايزين نتعرف بقى على الصوت لحسن، فهتختار لنا ايه؟ وانا شايفه معاك عود، والعود مكتوب عليه حسن الزغبي، ده العود بتاعك واضح جدا. طبعا هغني لكم ايه؟ اغنيه يمنيه انا بحبها قوي، تقول من كلمات والحان محمد سعد عبد الله. اوكي، اسمع يمني ومصري كمان، مش كده ولا ايه؟ لو ضاقت الدنيا ودرب الوصل مال، صبرك على بلواك ومام الصبر طال. لو ضاقت الدنيا ودرب الوصل مال، صبرك على بلواك ومهما الصبر طال. لابد ما تفرق، لابد ما تفرق، ويحلها ألف حلال. ويحلها ألف حلال، ويحلها ألف حلال. تنكر للوداد، الحب ما يحلاش إلا بالبعاد. لا تقول محبوبي تنكر للوداد، الحب ما يحلاش إلا بالبعاد. لابد ما تفرق، لابد ما تفرق، ويحلها ألف حلال، ويحلها ألف حلال.
ان شاء الله هتفرج ويحلها الف حلال باذن الله في كل حاجه باذن الله ان شاء الله. يعني لا انت هتطلع عود ليه؟ مش عارفه انا لا يلا تاني عايز اسمع حاجه تانية على طول معايا. سمعنا ايه؟ انا محضر لكم حاجات احبابي يا رموش الحلوه عين نبي يا عين نبي يا رموش الحلوه احبابي يا احبابي يا خدود الحلوه يرضيك الحلوه يسبني النار اللي بتدوبني يرضيك الحلوة يسبني النار اللي بتدوبني ايه قصد الحلوة ايه قصد الحلوة بتميل العيون على قده بتشاهد جناين ورده ونسايم عبر بيعده لو فات الحلوة بتميل العيون على قده بتشاهد جناين ورده ونسايم عبر بيعدو لو فات الحلوة بتهل الروايح منه وبيتقل علينك منه بتأكد وعارف انه أمورة وحلوة يرضيك الحلوة يسبني للنار اللي بتدوبني ايه قصد الحلوة ايه قصد الحلوة عيونه يا ناس قيانة بتصحي قلوبنا عسانة عيونه يا ناس قيانة بتصحي قلوبنا عسانة يا مصبح عليها أمانة لا توصل حليوة وعيونه يا ناس قيانة بتصحي قلوبنا عسانة يا مصبح عليها أمانة لا توصل حليوة وتقولهن في أحباب فاتحين للمحبة الباب بشوق الهوى الغلاب ولا جاش الحليوة يرضيك الحليوة يسبني النار اللي بتدوبني ايه قصد الحليوة ايه قصد الحليوة سنت يا حسن الله عليك تشجيع واضح اهوت بس للأسف برضو دايما فقراتنا بتخلص بسرعة جدا في مصر الجميلة بس انت نورتنا وبنتمنى لك التوفيق وان شاء الله تخلص الماجستير والدكتوراه باذن طيب الله. طيب احنا هنختم باغنيه يعني هنختم التتر هينزل عليك مش كده قلت لك يلا تمسك على طول كده فاحنا بس خلينا نقول مشاهدينا نشوفكم بكره ان شاء الله واسره جديده من مصر جميله وان شاء الله هتبقى طول عمرها جميله. انا بهدي لكم بهدي لمصر اغنيه محمد فوزي تملي في قلبي. يلا بينا. قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك تملي ولا انت داري بي انا بشكي لك منك انا بشكي لك منك يا
حبيبي. ساكن في الهوى قلبي وساكن في الديار.